أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. المسلمين والمسيحيين متفقين على عظم وقوة وقداسة السيد المسيح، لكنهم أيضا مختلفين عليه في أمور كثيرة، منها طبيعته وصلبه ورسالته وخلاصه وفدائه. وفي حين تستخدم المسيحية الكتاب المقدس، يستخدم الإسلام القرآن في إثبات رؤيته في المسيح، ومرات يستخدم المنطق والتشبيه والقياس وأحيانا المستقبل كدليل إثبات على الحاضر في شكل غريب جدا من أشكال الأدلة والإقناع. ومع غرابة الموضوع، لكن طبعا هذا هو طرح القرآن، وواجب عليك إذا كنت مسلم القبول بطرحه. فمثلا يستخدم القرآن المستقبل في إثبات عدم إلوهية السيد المسيح، فيقول القرآن في حوار ما سيكون بين الله والمسيح في المستقبل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. في مشهد يأخذ فيه السيد المسيح دور العبد الفقير الخايف من عقوبة سيده، يدافع عن نفسه أمام المحكمة الإلهية وينكر إلوهيته، وطبعا يتبرأ من أتباعه ويدفع التهمة عن نفسه. ومع العلم أن الله يدري إذا كان المسيح قال ذا الكلام فعلا أو لا، لكنه يستجوب المسيح هنا للتقليل منه وعشان يكون حجة على أتباعه، وهذا الهدف الأصلي من الآية، لأنه كأنه يقول إياك أعني واسمعي يا جار. إذن قرينة غريبة وحجة أغرب لإثبات رأي معين، لكن لازم نصدق ولا نكون من الضالين المكذبين الموعودين بالعذاب والتنكيل. وما ننسى طبعا أن الإيمان بالغيب فضيلة. وبنفس الأسلوب يشبه القرآن المسيح بآدم في آية لا يخلو منها أي حوار مسيحي إسلامي أبدا، تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولأن الكلام في هذه الآية يطول شرحه، فبيكون هو محور حديثنا في الحلقة الجاية إن شاء الله. أما حلقة اليوم فبنتكلم فيها عن رأي الإسلام في رسالة السيد المسيح وسبب مجيئه للعالم، حيث اختصر الإسلام رسالة السيد المسيح في نقطتين أساسيتين: أن يحل بعض الذي حرم، وأن يبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. فالآية تقول: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والآية الثانية تقول: ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إذا كانت رسالة السيد المسيح بحسب المعتقد الإسلامي تحليل بعض المحرمات مثل أكل بعض أنواع الأسماك ولحوم الإبل واللي كانت قد حرمت عليهم في عهد موسى، وليبشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. وطبعا باين هنا أن التركيز والرسالة الأساسية مش في تحليل بعض المحرمات، فهذا سبب ضعيف ومش ذو أهمية، لكن القصد وراء الآية هو اختصار واختزال وتحديد كل رسالة السيد المسيح وبشارته في الشهادة لصالح الإسلام، لدعمه وتأكيد رسالته ومنحه امتداد إلهي. فشهادة بهذا الوزن أكيد بتعطي الإسلام دفعة قوية، خاصة إنه ما قدم أي شيء يثبت حقيقته. لكن ما دمنا نتكلم هنا بالمنطق والمعقول، فخلوني أسأل: هل يعقل أن يكون دور السيد المسيح في الحياة مختصر فقط على رسالة ضعيفة ومش ذات أهمية؟
جاي بس يحل لنا ناكل ويبشر بنبي يجي بعده وأشوفكم على خير. هل احتاج الله أن يرسل شخص بحجم وعظمة شخصية وشخصية السيد المسيح بس عشان يحلل لحم أكل لحم الإبل؟ هل يعقل أن يأتي للعالم شخص فريد من نوعه ما له شبيه ولا مثيل ولا قرين بين كل البشر عشان يبشر في القدس بنبي يأتي بعدها بستمية سنة في مكة في أرض غير الأرض وناس غير الناس وطبيعة غير الطبيعة ولغة وحتى لغة غير اللغة وبتعاليم مخالفة تماما وكليا عن تعاليمه؟ وين حكمة الله في ذا السالفة؟ طيب وقتها كان النبي يحيى موجود ومتوفر، ليه ما كلفته بذا المهمة البسيطة؟ وما له داعي أرسل النبي يحيى يشهد للمسيح عشان المسيح يشهد لمحمد؟ يعني ذا السالفة طولت، ما كان له داعي. يعني هل يعقل يولد إنسان من عذراء بدون أب فيحيي الموتى ويشفي المرضى ويمشي على الماء ويعلم الغيب ويتحكم في الطبيعة ويخلق العيون ويطرد الشياطين ويرسل الروح ويشبع الجموع ويغفر الذنوب بس عشان يحل البعض الذي حرم؟ من جدكم أنتوا؟ معقول يكون من أعطى الحياة ونشر العدل والمساواة وأمر بالمحبة والعطاء وقال طوبة للودعاء والرحماء شاهد على القتل والذبح وسفك الدماء؟ أبداً أبداً ومستحيل وحاشاك يا رب، بل جئت ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل ومش العكس. جيت لتحيي الميت مش لتميت الحي. لقد وهب الله للناس حياة جديدة في المسيح ولن يسلبها منهم أبدا. مستحيل يبدل الله تعاليم السيد المسيح الإنسانية بتعاليم قاسية ولا إنسانية. مستحيل يبدل الله المحبة والرحمة بالعنف والقسوة. مستحيل يجي من صنع العيون والأطراف ووهب الحياة مبشر بمن يقلع يقتلع العيون ويقطع الأطراف ويزهق الأرواح، بل مستحيل أن يكون الرسول المرسول أقدس من الرسول. لكن المسيح جاء للعالم لينشر المحبة والسلام ويبشر بالنعمة والخلاص. المسيح جاء ليكون خط فاصل بعده يتغير كل العالم. المسيح جاء عشان نتوقف عند حياته ولا نمر عليها مرور الكرام، وعشان كذا جاء بنفسه وبكل قوته وبكل معجزاته. المسيح جاء للعالم لأنه يحبك مش لأنك تحب بطنك. جاء ليكون لنا نور وحياة، بدأ وقد أكمل، فله كل المجد والمحبة. ولكم مني كل الشكر على المتابعة، وتحياتي لكم وتحيات الدكتور خالد الشمري، ونشوفكم في الحلقة القادمة من المجلة السعودية، وفي أمان الله.